بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. في فيديو إعدادات شبكية سوف نتكلم عن تطبيق لإعدادات بروتوكول الفريم ريلي في داخل لاب في داخل برنامج الباكيت تريسر. الراوتر الأول، الراوتر الثاني، الراوتر الثالث. ممتاز. طيب، تمثيل لشبكة الفريم ريلي، يوجد لدينا هنا الغيمة. الغيمة هذه تمثيل للشبكة الواسعة اللي هنا ده الوان. راح نختار الجينيريك أول واحدة، هي بتمثل لنا، ممكن نشغلها كفريم ريلي وممكن أيضا نشغلها كايس دي ان زي ما انتم ملاحظين معانا. طبعا هي مش فريم ريلي حقيقي، يعني هي بس سيميليتر شبيه بالفريم ريلي، بينما الفريم ريلي كسويتشات هي ليها اعدادات وليها عالم اخر يعني، بس ما يتم تدريسه في مناهج الراوتينج والسويتشنج، بيتم تدريسه في المناهج الخاصة والمتخصصة بشركات الاتصالات، مثل مثلا عندنا منهج سيسكو الخاص بالسيرفس بروفايدر. لكن هنا راح يكون عندنا شبيه بالفريم ريلي بحيث يمكننا احنا من تطبيق عملية الفريم ريلي على راوترات العملاء. طبعا احنا كمهندسي شبكات سيسكو راوترات وسويتشات ما لنا اي علاقة باللي بيحصل في الغيمة الخاصة بالاتصالات او بالاعدادات الخاصة بسويتشات الفريم ريلي، احنا لينا علاقة فقط بوضع الاعدادات على الراوترات الموجودة في الفروع. يعني مثلا تخيلوا معي هذه شركة اي بي سي، انا كمهندس شبكات سيسكو موجود طبعا اعمل في شركة اي بي سي، فبالتالي مسؤوليتي راح تكون مع هذه الثلاثة راوترات. واحب ابشركم كمان بنقطة، انت لما يتم الاتفاق مع شركة الاتصالات واختيار التقنية المناسبة مثلا فريم ريلي، فهم راح يعطوك ورقة او يرسلوا لك ايميل بالاعدادات اللي انت راح تدخل على الراوتر وتقوم باضافتها. يعني حتى لو ايميل راح تعمل لها كوبي بيست وصلى الله وبارك، وتحفظ الاعدادات وخلص، واشتغلت الفروع مع بعضها البعض من خلال الغيمة الخاصة بشركة الاتصالات او شبكة الاتصالات. ولو حصلت مشكلة من ناحية شركة الاتصالات وحصل قطع في الاتصالات، فمش حتكون انت الملام او المسؤول، الجهة المسؤولة هي شركة الاتصالات، حتفتح تيكت معاها ومهندسيها راح يتعقبوا المشكلة ويقوموا بحلها. طيب، خلينا نضبط العملية شوي عشان الفريم ريلي من الحاجات اللي بتخربط شوي. عندنا هنا الراوتر واحد والراوتر اثنين، خلي لهم شبكة تربطهم مع بعضهم البعض اللي هي شبكة 192.168.20/30. الشبكة اللي راح تربط ما بين الراوتر واحد والراوتر ثلاثة راح تكون 192.168.30/30. ممتاز. طيب، خلينا كمان نحط شبكة تربط ما بين الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة، بكذا يكون عندنا النوع الفول مش الخاص بالفريم ريلي. فراح نقول الشبكة اللي راح تربط ما بين الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة راح تكون 192.168.40/30. ممتاز. طيب، الان راح نحدد ارقام الدلسي، لان الاي بي ادرسز اللي احنا وضعناها راح يتعامل فيها ايش منافذ الانترفيسز، ولكن طبعا منافذ السيريال الموجودة على الراوترات، ولكن في داخل شبكة الاتصالات الفريم ريلي ما له علاقة بالاي بي ادرسز، راح يتعامل مع الدلسي نمبر، والدلسي نمبر راح نحصل عليه من شركة الاتصالات. خلينا نفترض ان احنا حصلنا على الارقام التالية، ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين راح يتم استخدام الدلسي نمبر 102، وما بين الراوتر واحد والراوتر ثلاثة حيتم استخدام الدلسي نمبر اللي هو راح يكون 103. طيب، راوتر اثنين، ما بين الراوتر اثنين والراوتر واحد راح يتم استخدام الدلسي نمبر 201، وما بين الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة راح يتم استخدام 203.
انا احاول حتى اخلي العمليه ايش مرتبه عشان تبقى سهله التذكر وبسيطه معانا. عندنا هنا راوتر 3 راح يكون الدلسي نمبر اللي راح يربط الراوتر 3 مع الراوتر 1 راح يكون 301، واللي يربط ما بين الراوتر 3 والراوتر 2 راح نقول انه هو 302. ممتاز، كلام جميل. طيب الان راح ندخل على الراوترات الثلاثة ونقوم بعمل هذه الاعدادات اللي احنا قمنا بتحديدها وتفعيل الفريم ريلي على كل راوتر من الراوترات الثلاثة. نروح على راوتر، طبعا قبل كل شيء لازم نضيف منافذ السيريال لانه باي ديفولت مش مضافة، فراح نضيف منافذ سيريال من النوع السمارت، طبعا ممكن من النوع السمارت او العادي، في كلا الحالتين راح يشتغل معانا. راح نروح على الراوتر 2 نضيف سيريال انترفيس منفذ متسلسل، وطبعا هذا بيتم استخدامه لعمل انكابسوليشن سواء عن طريق الفريم ريلي او الترابل بي او الاتش دي ال سي. هو باي ديفولت بيكون على فكره الانكابسوليشن تبعه او الوان بروتوكول اللي راح يستخدمه اللي هو الاتش دي ال سي. احنا بعد كده يا اما نخليه نبقيه على الاتش دي ال سي ونقوم بعمل خلق الاعدادات على ال HDLC او ان احنا نحوله للترابل بي، وطبعا الترابل بي هو اللي حل محل ال HDLC او الفريم ريلي. وهنا في اللاب راح ناخذ الفريم ريلي. طيب الان اضفنا منافذ السيريال، الان نروح على الراوتر 1، نروح على الكوماند لاينز نو انيبل كونفيجريشن تيرمينال، وعلى مستوى الكونفيجريشن راح نعطي له اسم اللي هو راح يكون الهوست نيم R1. ممتاز. بعد كذا راح نشوف ايش المنافذ اللي سماها. خليني اسوي اكزيت واكتب الامر show IP interface brief، يوريني مختصر على المنافذ الموجودة عندي. عندي منفذ سيريال 030 و031. احنا راح نشتغل على السيريال 030 وهو اللي راح نقوم بتفعيل الفريم ريلي، وراح نقوم بعملية السب انترفيسز تقسيم المنفذ الى اثنين، واحد راح يتصل مع الراوتر 2 وواحد راح يتصل مع الراوتر 3. طيب نروح على الكونفيجريشن مود، ندخل على المود الفرعي الخاص بالمنفذ انترفيس ونسوي لصق سيريال 030 انتر. راح نقوم الان بتفعيل بروتوكول الفريم ريلي عن طريق الامر انكابسوليشن ونكتب فريم ريلي فقط. طبعا احنا لو حطينا بعد كلمة الانكابسوليشن علامة الاستفهام راح يكون عندنا ثلاث بروتوكولات ممكن نفعلها على السيريال، عندنا الفريم ريلي، عندنا ال HDLC، عندنا بروتوكول الترابل بي. راح نختار الفريم ريلي انتر. تمام كذا احنا فعلنا الفريم ريلي على المنفذ. بعد كذا راح نكتب الامر نو شت داون عشان نضمن ان المنفذ ايش راح يشتغل تلقائيا بمجرد ربطه. طبعا هو حاليا داون ما راح يشتغل لانه هو مش متصل مع اي جهاز اخر او ما في كابل حتى يربطه مع شبكة الفريم ريلي، بس لما نكتب نو شت داون خلاص بمجرد انه راح يتم الربط راح يشتغل هو والمنافذ الفرعية اللي تنتمي اليه. طيب بعد كده راح نسوي اكزيت، وبعد كده راح ندخل على المنفذ الفرعي الاول راح يكون انترفيس سيريال 030 دوت. بعد كده راح نكتب مثلا يعني رقم المنفذ المتسلسل، مثلا راح نكتبه الفرعي راح نكتبه بناء على الدلسي نمبر. فاكرين لما سوينا سب انترفيسز ايش كنا نسوي؟ كنا نسوي سب انترفيسز مع الفيلانز، كنا نكتب دائما رقم الفيلان للمنفذ، وهنا راح نكتب رقم الدلسي للمنفذ. طب هل هذا حيؤثر على الاعدادات؟ الجواب لا، ما راح يؤثر لان هذه في النهاية اسم للمنفذ. لكن احنا ليش بنقوم بكذا؟ احنا بنقوم بكذا عشان تكون العملية مرتبة وفيها تنظيم، بس عشان نتذكرها. فراح نكتب الامر انترفيس سيريال 030 دوت، وراح نكتب الدلسي نمبر اللي راح يكون هنا 102. بعد كده راح نكتب الامر بوينت تو بوينت
وبعد كده انتر. ممتاز. اذا هذا هو السب انترفيس 102 ونوع الاتصال بوينت تو بوينت، نقطة لنقطة، يعني المنفذ راح يتصل من خلال الفريم ريليه من راح يكون المنفذ الفرعي 102 راح يتصل مباشرة مع الراوتر 2. ممتاز. بعد كده راح نكتب الامر فريم ريليه بعدين انترفيس دلسي. هنا لازم نعطي ايش الرقم الدلسي الخاص بالانترفيس، هنا لازم نكتبها صح اللي هي راح تكون كم؟ 102. انتر. ممتاز. كذا هذا المنفذ راح يتصل برقم الدلسي نمبر الموجود في شركة الأول في الفريم ريلي في شركة الاتصالات اللي راح يكون رقمها 102. تمام؟ تمام. بعد كذا لازم نكتب الاي بي ادرس اللي راح يكون تابع لها هذا العنوان. احنا حددنا الشبكة اللي هي 192.168.0. ممتاز. اذا راح يكون هذا العنوان 192.168.2.1. قناع الشبكة راح يكون 255.255.255.255.252. انتر. بعد كذا خلاص انتهينا من الاعدادات تبع المنفذ الفرعي 102. راح ننتقل الآن إلى المنفذ الفرعي اللي هو راح يكون 103. هذا هو راح نغير بدل ما كان 102 راح نخلي 103. انترفيس سيريال 030103 دوت طبعا 103. بعد كذا نوع بوينت تو بوينت. انتر. بعد كذا راح طبعا نكتب الامر اللي هو الفريم ريلي انترفيس دلسي رقم الدلسي نمبر اللي راح يكون 103 بعدين انتر. بعد كذا راح نكتب الاي بي ادرس وبعد كذا الاي بي ادرس اللي راح احنا حددناه هو 192.168.3 192.168.3 واحد. وقناع الشبكة راح يكون 255.255.255.252. انتر. بعد كذا اكزيت. لاحظوا معايا في المنافذ الفرعية انا مش محتاج في كل منفذ اكتب الامر نو شت داون. ليش؟ لان خلاص انا كتبت مرة واحدة في المنفذ الاساسي، فبالتالي خلاص راح يكون كل المنافذ الفرعية راح يتم انشاء راح تكون غير مغلقة. طيب الآن كذا أعتبر أنا انتهيت من الإعدادات الخاصة بالفريم ريلي في الراوتر واحد. تمام. راح أنتقل الآن للراوتر اثنين، بس قبل ما أنتقل على الراوتر اثنين لازم ما تنسوا معايا الأمر اللي هو الكوبي رانينج كونفيج ستارت اب كونفيج. دائما حاول تعود نفسك على هذا الأمر. ممكن تيجي تقول لي الآن أنا شخص متدرب يعني عادي أنا قاعد أتدرب ما في مشكلة، يعني ما راح تحصل مشكلة وما سويت الأمر هذا. لا، عود نفسك. ليش؟ لأن لما تيجي تخش في الامتحان خلاص أنت ما دام معود نفسك دائما قبل ما تغادر الجهاز أنك تحفظ الإعدادات، فبإذن الله لما توصل لقاعة الامتحان وتيجي تمتحن كل الإعدادات اللي راح تعملها على جهاز الراوتر قبل ما تنتقل من جهاز الراوتر راح تقوم بعمل الحفظ. لأن أنت لو ما قمت بعمل الحفظ خلاص اعتبر نفسك ريسبت، يعني ما راح الإعدادات اللي تم إضافتها ما راح يتم قبولها حتى على مستوى الامتحانات. فأنت عود نفسك وأنت حتى بتبدأ تتدرب أنك دائما دائما تقوم بعملية الحفظ بحيث خلاص تصير العملية عندك تلقائية. طيب انتقلنا إلى الراوتر 2، راح نعطيه الاسم الهوست نيم R2. ممتاز. بعد كذا عندنا هنا، خليني قبل ما انتقل خلينا نشوف ايش معطي اسامي، لانه احيانا اسامي الانترفيس بتكون مختلفة، فراح اكتب شو اي بي عشان نتأكد ايش المنافذ اللي عندي. انترفيس بريف مختصر. طيب انا عندي الاسامي هي سيريال 030 هو هذا المنفذ اللي راح نشتغل عليه. ممتاز. طيب راح نخش على الكونفيجريشن مود وراح ندخل على المنفذ انترفيس سيريال 030. انتر. بعد كذا راح نكتب راح نفعل عليه بروتوكول الفريم ريلي. راح نكتب الامر انكابسوليشن فريم ريلي. انتر. بعد كذا راح نقوم بتنشيط النو شت داون. انتر. بعد كذا راح نخرج من المنفذ.
بعد كده حنقوم بإنشاء السب انترفيس. احنا عندنا هنا رقم التالسي لتربط الراوتر 2 بالراوتر 1 202، فراح نخلي المنفذ الفرعي هو دوت 202، لا 201 عفوا، هي 201 وعندنا 203. طيب ممتاز، راح نخليها 201 هي المتصلة مع الراوتر رقم 1، ونكتب الأمر point to point وانتر. بعد كده راح نحدد رقم الدلسي نمبر من خلال الأمر اللي راح يكون الفريم ريلي انترفيس دلسي، بعد كده راح يكون 201، بعد كده انتر. بعد كده نكتب الاي بي ادرس اللي بيربط الراوتر 2 مع الراوتر 1، واللي راح يكون 192.168.2.2، وقناع الشبكة 255.255.255.255.252. انتر. بعد كده راح نخرج من المنفذ الفرعي اللي هو كان 201، وراح ندخل على 203 اللي بيربط فيما بين اللي راح يربط فيما بين الراوتر 2 والراوتر 3. فندخل على الانترفيس سيريال 030.203 بوينت تو بوينت. ممتاز، انتر. بعد كده راح طبعا نقوم بوضع الدلسي نمبر فريم ريلي انترفيس دلسي اللي هو راح يكون 203، انتر. بعد كده نقوم بوضع الاي بي ادرس، تمام، واللي راح يكون هو 192.168.4، وهنا نخليه 1، وبعد كده 255.255.255.252، انتر. ممتاز، تمام، واكزيت. كوبي، نحفظ الاعدادات اللي عن طريق الامر كوبي running config startup config. ممتاز، الان ننتقل من الراوتر 2 الى الراوتر 3. نو انيبل configuration terminal ممتاز. طيب راح ندخل على الانترفيس سيريال 030 انتر، راح نفعل عليه بروتوكول الفريم ريلي من خلال الامر انكابسوليشن فريم ريلي انتر. بعد كده راح نكتب الامر نو شت داون، بعد كده نخرج من المنفذ الرئيسي وننتقل الى المنفذ الفرعي. عندنا الدلسي نمبر راح تربط فيما بين الراوتر 3 والراوتر 1 راح تكون 301، فبالتالي راح نسمي المنفذ الفرعي دوت 301 بوينت بوينت تو بوينت انتر. بعد كده راح نكتب الامر اللي هو الفريم ريلي انترفيس دلسي 301. ممتاز، بعد كده الاي بي ادرس اللي راح يربط الراوتر 3 مع الراوتر 1 راح يكون 192.168.3.2، قناع الشبكة راح يكون 255.255.255.252. بعد كده راح نسوي اكزيت. بعد كده راح ندخل على المنفذ الفرعي اللي هو راح يكون انترفيس سيريال 030. الدلسي نمبر اللي راح تربط فيما بين الراوتر 3 والراوتر 2 راح تكون دوت 302، فبالتالي المنفذ راح التسلسلي الفيرجوال او السب انترفيس راح يكون 302 انتر. طيب نسيت ما اكمل الامر اللي هو بوينت تو بوينت انتر. بعد كده راح اقوم بتحديد الدلسي نمبر اللي هي الفريم ريلي انترفيس دلسي، وراح يكون 302 انتر. بعد كده اقوم بكتابة الاي بي ادرس اللي راح تربط فيما بين
الراوتر 3 والراوتر 2 ف اي بي ادرس، وبعد كده راح تكون 192.168.4.2. قناع الشبكة راح يكون 255.255.255.252. انتر. ممتاز. اكزيت. خلينا كمان نعمل اكزيت ثانية ونحفظ هذه الاعدادات اللي قمنا بادخالها. طبعا خلينا ارجع للكونفجريشن مود، انا ما سميت الراوتر، راح اكتب هنا هوست نيم ار 3. ممتاز. الان اخرج الى الانيبل مود او البريفريج مود واكتب الامر كوبي running config startup config. ممتاز، انا كذا عملت اعدادات الفريم ريلي والمنافذ على الراوترات الثلاثة. الان جاء عملية الربط فيما بين الراوترات مع شبكة الفريم ريلي. راح ننتقل الى الكونكشنز او الكيابل، راح نختار الكيبل هذا اللي شايفينه انتو اللي هو سيريال كيبل واللي يكون فيه له علامة الساعة. طبعا دائما علامة الساعة معناته راح نبدأ من خلال شبكة الفريم ريلي، بحيث ان شبكة الفريم ريلي هي اللي تكون مسؤولة عن عملية ضبط الوقت الكلوك ريت، يعني تحديد السرعة. خلينا عشان تكون العملية مرتبة نخلي السيريال واحد متصل مع الراوتر واحد، والسيريال اثنين متصل مع الراوتر اثنين، والسيريال ثلاثة متصلة مع الراوتر ثلاثة. ممتاز، خلينا نرتب الأرقام الآن. 301 302 عندي هذه الشبكة اللي تربط فيما بين الراوترين، عندي هنا 300 و 203 وعندي هنا 201، هذه الشبكة اللي تربط ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين. ممتاز، عندي 103 102، وهذه هي الشبكة اللي تربط فيما بين الراوترين. ممتاز. طيب الآن راح ننتقل على شبكة الفريم ريلي. طبعا الآن شوفوا لاحظوا معايا، أنا عندي العنوان مثلا اللي موجود في راوتر واحد، صح؟ لو دخلنا على راوتر واحد شوفوا لاحظوا معايا المنفذ مباشرة والمنافذ الفرعية كلها تحولت إلى up. ليش؟ لأن أنا كتبت الأمر no shutdown من البداية على المنفذ الأساسي اللي هو 030، فبالتالي راح يشتغل بشكل مباشر. الآن لو رحنا كتبنا هنا ping تمام 192.168.22، لاحظوا معايا هذا العنوان مين؟ عنوان الراوتر 2. البينج ما راح ينجح تمام. ليش؟ لانه لسه ما حصل ربط فيما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين من خلال شبكة الفريم ريلي. لازم ندخل على شبكة الفريم ريلي ونقوم بعمل الاعدادات. خلوني بس اسمي الكلاود هنا عشان تكون العملية مرتبة بفريم ريلي. ممتاز. بعد كذا راح ادخل على شبكة الفريم ريلي. طيب احنا ايش قلنا؟ سيريال واحد متصل مع الراوتر واحد تمام. فراح ادخل على المنافذ اقوم باعدادها. السيريال واحد راح يكون عليه الدلسي نمبر 102 تمام، واعطي له اسم يعني وصف عشان تكون العمليه سهله في تذكره. راح اقول انه هو راوتر واحد متصل مع راوتر اثنين، واقوم بعملية اد اضافة. خلاص تم اضافة هذا الدلسي نمبر في داخل السيريال رقم واحد. بعد كذا ايضا احنا عندنا دلسي نمبر اخر اللي هو ايش؟ 103، وهذا راح يكون اسمه انه راوتر واحد متصل مع راوتر ثلاثة، ونقوم بعملية الاضافة اد. ممتاز، كذا احنا انتهينا من اعدادات السيريال رقم واحد. ننتقل للسيريال رقم اثنين اللي حيكون خاص بالراوتر رقم اثنين. عندنا الدلسي نمبر 201 اسمه انه راح يربط فيما بين الراوتر اثنين، راح يربط الراوتر اثنين مع الراوتر واحد تمام، ونعمل عملية اضافة. وعندي هنا 203
ممتاز 203 راح تربط فيما بين الراوتر 2 والراوتر 3 اد. بعد كده راح انتقل للسيريال 3، راح اروح على الدلسي وراح اعطي، طبعا السيريال 3 راح يتم ربطه مع الراوتر 3، فحقول 301 راح تكون متصلة فيما بين الراوتر 3 مع الراوتر 1 اد اضافة. بعد كده انا عندي 302 راح تكون راوتر 3 متصل مع راوتر 2 اد. ممتاز. طيب الان انا عندي السيريال 3 معدة والسيريال 2 معدة على الدلسي نمبر وعلى الوصف اللي تابع لكل الدلسي نمبر وكذلك السيريال رقم 1. بعد ما انتهي من اعداد المنافذ الخاصة بالسيريال انتقل الى فين؟ الى الفريم ريليه. ممتاز. انا عندي السيريال اللي هو راح يكون عندي سيريال رقم 1، انا سيريال 0 تجاهلته عشان تكون العملية بس فيها تنظيم شوي مش اكثر. طيب راح اروح على سيريال 1. تمام. عندي الراوتر 1 بيتصل مع الراوتر 2. طيب السيريال الذي يقابله راح يكون السيريال ايش؟ سيريال 2 في الجهة المقابلة. الراوتر 2 حيتصل مع مين؟ مع الراوتر 1. ملاحظين العملية كيف؟ السيريال 1 من ناحية الراوتر رقم 1 بيربط فيما بين الراوتر 1 والراوتر 2، والسيريال 2 من ناحية الراوتر 2 بيربطه مع الراوتر 1. بعدين اقوم بعملية اضافة اد. بعد كذا اقوم بعملية اضافة ثانية واللي هي السيريال 2 0. السيريال 2 بيتصل، لا خلاص مش محتاج. ننتقل الان الى السيريال 01، خلينا فيه. احنا ايش عندنا؟ طب السيريال 01 ايش بيربط كمان؟ بيربط الراوتر 1 مع الراوتر 3، وفي الجهة المقابلة عندنا السيريال 3 بيربط فيما بين الراوتر 3 مع الراوتر 1. نقوم بعملية اد اضافة. ممتاز. بعد كذا ننتقل الى السيريال 02 او اللي هو 2 عفوا، اللي بيربط راوتر 2 مع مين هذه المرة؟ مع راوتر 3. وفي الجهة المقابلة سيريال 3 اللي بيربط راوتر 2 او راوتر 3 مع راوتر 2. ونقوم بعملية الاضافة وبكذا نكون انتهينا من اعدادات الفريم ريلي كلاود. الان عشان نتاكد هل الاعدادات اللي احنا سويناها صحيحه وسليمه، راح نروح مجددا الى الراوتر 1 وراح نعيد الامر. بينج 192 168 22. شوفوا لاحظوا معايا البينج نجح فيما بين الراوتر 1 والراوتر 2. كذلك لو سوينا من الراوتر 1 الى الراوتر 3 اللي هو راح يكون بينج 192 168 3 2، لاحظوا معايا البينج نجح. لو رحنا على الجدول التوجيهي اللي هو شو ار بي راوت، لاحظوا معايا عندي الان شبكتين بيعرفهم عن طريق الكونكتد. طيب ليش عرفهم بطريقة المباشر؟ يعني كأنه متصل معهم بشكل مباشر لانه مرمز لهم بحرف السي كونكتد، يعني كأنه منفذ متصل مع منفذ. رغم ان في شبكة فريم ريلي في المنتصف، الجواب لانه هو مو شايف شبكة الفريم ريلي فعليا، هو لانه هو متصل مع الاي بي ادرس، فكأنه متصل بوينت لبوينت، هو هذا اللي بيفهمه من خلال الاي بي ادرس، لكن هو ما مش منتبه لموضوع الفريم ريلي، عشان كذا بيطلع لي انها كونكتد متصل معاها بشكل مباشر. يعني تخيلوا معايا كأن الراوترات هذه متصلة مع بعضها البعض منفذ لمنفذ، كأنه ما في شبكة فريم ريلي. ممتاز. طيب انا راح اسوي الان حركة كذا اللي هي ان انا راح اضيف شبكة في كل شبكة محلية في كل راوتر. مثلا الشبكة، خليني اضيف الاجهزة. عندي هنا جهاز، تمام، وعندي هنا جهاز، وعندي هنا جهاز. راح اضيف كمان سويتش عشان اقوم بانشاء شبكة محلية. طبعا هذا الجهاز كافتراض، خلينا نفترض ان الشبكة هذه فيها مجموعة من الاجهزة مش جهاز واحد. ممتاز. الان اجي لعملية الربط عشان انا ابغى اعمل شبكات داخلية، عشان ابغى اوريكم
انا في ايش في نقطة بدي اخليكم تركزوا عليها. طيب الحين كمان نربط السويتش مع الراوتر من خلال الفاست 00، حنخليها موحدة كلها من خلال الفاست 00 عشان تكون العملية سهلة في التذكر. ممتاز، خلينا نفترض ان الشبكة الاولى المحلية الموجودة في راوتر واحد راح تكون 10.0.0.0/8، والشبكة الثانية الموجودة في الشبكة الثانية الموجودة في راوتر اثنين وهي شبكة محلية راح تكون مثلا، خليني اعطيها public IP address مثلا كمثال، يعني راح اعطيها 100 صفر 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 في دوت زيادة صفر صفر سلاش مثلا 24. طيب عندي هنا شبكة ثالثة راح أعطيها الاي بي ادرس مثلا اللي هو، او خليها على الديفولت احسن اللي هو راح يكون اتوقع 16. طيب وهنا راح يكون عندي شبكة مثلا 200 زيرو 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 124. ممتاز، يعني عندي كل الثلاثة سبنت ماسك. حلو، طيب راح أقوم بعمل الإعدادات الأساسية الخاصة بالشبكات المحلية في كل من الشبكات المحلية الثلاثة. راح أروح على راوتر واحد، راح أروح على الانترفيس كونفيجريشن تيرمينال انترفيس فاست ايثرنت 00، ونقوم بوضع الاي بي ادرس الشبكة المحلية راح تكون 10.0.0.1، اقناع الشبكة 255.0.0.0 انتر، وبعد كذا راح اقوم باضافة الامر نو شت داون. ممتاز، الان المنفذ راح يشتغل معانا. راح اسوي اند واحفظ الاعدادات كوبي running config startup config. ممتاز، الان انتقل على البي سي واحد راح اقوم بوضع الاي بي ادرس تبعه اللي هو راح يكون 100 اللي راح يكون 10.0.0.2، والسبنت ماسك راح تكون على الديفولت 255.0.0.0. الديفولت جيت واي راح يكون 10.0.0.1. ممتاز، الان لو رحنا وعملنا بينج بين البي سي والراوتر تبعه راح يكون بينج 10.0.0.1. ممتاز، هناك اتصال بين الجهاز والراوتر. طيب راح ننتقل الى الشبكة الثانية الموجودة في الراوتر رقم اثنين. راح ندخل على المنفذ اللي هو اول شيء ندخل على enable وبعد كذا configuration terminal، بعد كذا ندخل على المنفذ interface fast ethernet 00، بعد كذا راح نكتب الامر IP address اللي راح يكون 100.0.0.1 255.255.0.0 no shutdown، بعد كذا end، وبعد كذا نحفظ الإعدادات copy running configuration startup configuration. ممتاز، بعد كذا نذهب إلى الديسكتوب راح نقوم بإدخال الـ IP address اللي راح يكون 100.0.0.2. عندنا هنا السبنت ماسك راح تكون هو معطيني اياها على الديفولت، راح اخليها 255. خلينا نفترض ان احنا عاملين له عملية سبنت ماسك، فراح تكون 255 عملية سبنت اللي هي تقسيم الشبكة او في ال اس ام، فراح يكون 255.255.0.0. الديفولت جيت واي راح يكون 100.0.0.1. ممتاز،
طيب حلو، خليني بس أتأكد إذا كان في بينج بين الجهاز والراوتر عشان نكون على نور. عندي هنا 100.0.0.1، انتر. ممتاز، البنك شغال فيما بين الجهاز البي سي 2 والراوتر 2. راح اروح على الشبكة الثالثة على الراوتر 3، وراح ادخل على الانيبل مود، بعد كذا الكونفيجريشن مود، بعد كذا راح ادخل على الانترفيس فاست ايثرنت اللي هو راح يكون 00، بعد كده راح اقوم بكتابة الاي بي ادرس اللي هو راح يكون 200.0.0.1. قناع الشبكة راح يكون 255.255.255.0، انتر. بعدين راح نكتب الامر نو شت داون. ممتاز، بعد كده راح اسوي اند، بعد كده راح اسوي كوبي رانينج كونفيجريشن ستارت اب كونفيجريشن. ممتاز، الآن أنتقل على البي سي رقم 2، أقوم بوضع الآي بي أدرس عليه، راح يكون 200.0.0.2. قناع الشبكة راح يكون 255 على الديفولت 3.255.0. بعد كده الديفولت جيت واي راح يكون 200.0.0.1. ممتاز، الآن أتأكد إذا كان في بينج يربط فيما بين الطرفين اللي هو الراوتر 3 والجهاز 3. بينج 200.0.0.1، انتر. تمام، البينج الآن شغال. تمام، الآن النقطة اللي أبغى أوصلها لكم اللي هي كالتالي، أنا عندي هنا مثلا البي سي 1 محتاج إنه يتصل مع البي سي 2، هل حيكون في اتصال؟ هنشوف. راح نروح على البي سي رقم 1، وراح نقوم بعمل بينج على الجهاز رقم بي سي 2 اللي راح يكون 100.0.0، راح يكون 2 دوت. لاحظوا معايا ديستنيشن الريتشبل، يعني غير قادر على الوصول، الراوتر غير قادر على الوصول الى الشبكة 10.0.0.1، سواء كانت 100.2. تمام، طيب طبعا 10.0.0.1 هذا الراوتر الخاص بالبي سي رقم 1 غير قادر الى الوصول الى هذه الشبكة. ليش؟ لانه صحيح احنا عندنا هنا بين الثلاث راوترات عملية ربط من خلال الفريم ريليه، لكن فعليا كل راوتر ليس لديه علم عن الشبكة المحلية الموجودة في الراوتر الآخر. والدليل على كده لو كتبنا show IP route، لاحظوا معايا الراوتر واحد ما عنده أي علم عن الشبكة 100.0.0.0 وهي الشبكة المحلية الموجودة في الراوتر 2، ولا عنده علم بالشبكة المحلية الموجودة في الراوتر رقم 3 واللي هي 200.0.0.0. طيب ركزوا معايا شوي، ايش اللي راح نحتاجه، ايش اللي راح نحتاجه عشان نخلي كل راوتر يعرف الشبكة المحلية الموجودة في الراوتر الآخر؟ ها، عرفتوا الجواب؟ طبعا بالتأكيد راح يكون هو تطبيق عملية الراوتينج. عندنا طريقتين، اما الاستاتيك راوت او الديناميك راوت. خلونا ناخذ الديناميك راوت، وخلوني اخذ بروتوكول الريب لانه عندي اللاب هنا صغير، فراح افعل بروتوكول التوجيه الريب. راح ادخل على الكونفيجريشن تيرمينال، وراح انشط بروتوكول الريب وافعل راوتر ريب، وراح احدد الشبكات اللي ابغى الراوتر رقم واحد يعلن عنها اللي هي نتورك. عندي هنا الشبكة اللي راح تكون هي 10.0.0.0، وعندي الشبكة الثانية اللي هي راح تكون نتورك، عندي الشبكة الثانية اللي راح تكون 192.168.2.0، وعندي الشبكة الثالثة اللي هي نتورك 192.168.3.0، عفوا. ممتاز، بعد كده طبعا احدد الاصدار اللي هو راح يكون فيرجن 2، بعد كده اند وكوبي running configuration startup config. ممتاز،
الآن راح أنتقل على راوتر 2 ونفس الطريقة. الآن لو كتبنا مثلا show IP route، لاحظوا معايا هو الراوتر 2 ليس لديه علم بالشبكة المحلية في راوتر 1 ولا في راوتر 3. احنا هنفعل عليه بروتوكول الريب وراح نخليه يعلن للراوترات عن شبكاته، وطبعا يستقبل الاعلانات من الشبكات الاخرى. طبعا هنا راح نكتب الامر راوتر ريب انتر، بعد كده نحدد الاصدار اللي هو راح يكون فيرجن 2، بعد كده راح نحدد الشبكات اللي راح يتم الاعلان عنها وهي ثلاثة شبكات. الشبكة الاولى اللي هي عندي نتورك 192 168 و 2 0 انتر، وبعد كده عندك الشبكة 192 168 4 0، بعد كده عندك الشبكة المحلية اللي هي 100 0 0 0، ممتاز انتر. بعد كده نسوي اند، بعد كده كوبي running config startup config انتر، ممتاز. الان راح ننتقل على راوتر 3، راح نفعل عليه بروتوكول الريب. بس خليني اشوف الشبكات الموجودة عنده اللي هي show ip route عشان اتمكن من لما ادخل على البروتوكول الريب اني اخليه يعلن عنها. راح اكتب هنا router rip enter، بعد كده network، عندي الشبكة الاولى اللي راح تكون 192 168، عندي 3 0، بعد كده عندي 192 168 4 0، وعندي الشبكة المحلية اللي راح اللي هي 200 0 0 0 انتر. بعد كده طبعا انا ما حددت الاصدار لسه، فراح اكتب الفيرجن 2، بعد كده اند، بعد كده كوبي running config startup config، ممتاز. الان انا كم عندي عدد الشبكات هنا في الشبكة اللي امامي، عندي او في اللاب اللي امامي عندي شبكة 1، شبكة 2، شبكة 3، شبكة 4، شبكة 5. اذا عندي 5 وشبكة 6، اتأكد منهم 1 2 3 4 5 6، اذا عندي 6 شبكات. المفروض ان الان لما اجي ادخل على كل راوتر واشوف جدول التوجيه الراوتينج تيبل واكتب الامر show ip route، المفروض يظهر لدي عدد 6 شبكات. فلو ذهبت الان الى الراوتر 1 وكتبت الامر show IP route، لاحظوا معايا عندي شبكة 1 و2 و3 و4 و5. لا، في بعض يمكن مكرر. عندي هنا 1 اللي هي 200، وعندي 192 4 2، وعندي 3، وعندي هنا 3، هي مكررة، أعرف عن طريقين، عندك كونكتك وريموتلي. طيب المهم ان انا لو عديتهم راح الاقي 6 يونيك اي بي ادريسز، يعني 6 عناوين شبكات مميزة. كذلك لو رحت على الراوتر 2 وكتبت الامر show اي بي راوت، لاحظوا معايا نفس الشيء. لو رحت على الراوتر 3 وكتبت الامر show اي بي راوت، لاحظوا معايا 1 2 3 4 5 6، وفي بس 7. دائما احيانا بس يكون مكرر، لان في شبكة مثلا يكون متصل معاها كونكت، وشبكة لا اعرفها من الراوتر الاخر وهي تكون نفسها مكررة، مثلا من موجودة يعني في الراوتر 1 وموجودة في الراوتر 3، الشبكة اللي تربط بيناتهم، ممتاز. الان لو رحنا على بي سي 1 تمام، وعدنا امر البنك، فاكرينه اللي هو بنك 100 0 0 2، يعني بينج من الجهاز رقم بي سي 1 الى بي سي رقم 2، هل حينجح البينج ولا لا؟ نشوف. ترى نجح البينج، خلاص الان اصبح هناك بينج فيما بين جميع الشبكات الموجودة امامي في اللاب. كذلك لو راح البي سي 3 مثلا وعمل الامر بينج على البي سي 1 اللي هو راح يكون 10 0 0 2 انتر، لاحظوا معايا البينج نجح.
كذلك لو رحنا على بي سي 2 مثلا حبينا نعمل بينج على بي سي 3 بينج اللي هو 200.0.0.2 انتر. لاحظوا معايا البينج نجح. الان اصبحت جميع الراوترات تعرف كل يعني كل راوتر يعرف ايش الشبكات الموجودة لدى الراوتر الاخر، لان احنا فعلنا بروتوكول التوجيه الريب، والراوترات نفسها متصلة مع بعضها البعض من خلال تقنية الفريم ريلي. بكذا احنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا في اثناء هذا الفيديو، وحتى القاكم ان شاء الله في الفيديو القادم، واللي راح يكون على فكرة ختام راح يكون عبارة عن اسئلة مراجعة لفصل الوان، وبالتالي الفيديو القادم باذن الله راح يكون ختام فصل الوان. وبالنسبة لهذا الفيديو راح بكذا احنا نكون وصلنا الى نهايته، واللي اتمنى انه يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم، وحتى القاكم في الفيديو القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية، اشوفكم في اعدادات شبكية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.